المنتدى الموريتاني لحماية المستهلك ينظم جولة في الأسواق الرئيسية للعاصمة نواكشوط للوقوف على وضعية هذه الأسواق ومدى التزامها بالمعايير والنظم المسيرة لها. سوء العرض والفوضوية وعدم احترام طرق العرض التي تحافظ على صحة المستهلك أمور من بين أخرى، يقول القائمون على المنتدى إنها قواسم مشتركة بين كل الأسواق المزورة. مشترك للأسواق كاملين هو سوء العرض والفوضوية في طريقة العرض وعدم احترام طرق العرض اللي تحافظ على صحة المستهلك. كذلك فما تياها اختلاط كل شيء، معناها تجبر الحوت مع عروض المواد السامة حدا كل شيء، معناها ما فمات ياها اي ماده حدا اللحم حدا كل شيء، معناها لما فمات ياها اسواق موفره للبائعين من اجل عرض بضاعتهم بشكل يحترم صحه وسلامه المستهلك. بيع بعض الألبان منتهية الصلاحية بأسعار رخيصة وفي أماكن وأوقات خاصة، ملاحظة توقف عندها بعض أعضاء المنتدى مشيرا إلى ذكرها لهم من طرف مواطنين. وهون اختاروا نسجلوا عند نقطة سوق الألبان، لأن رأينا ذكر أعلن فيه بعض الألبان اللي ما هي محلية لكن تباع بسعر رخيص وهي فارق تاريخ. الروز مثلا فيه واحدين يبيعوا هذه المادة فوقات خاصة وبعيدا عن الأعين يبيعوها ب 150 وهي أصلا ب 300، واضحة لأنها منتهية الصلاحية وخطيرة جدا. هذه النقطة نختاروا ننبه عليها. ثانيا نختاروا دائما نذكروا المستهلك الكريم بأهمية التقيد بحقوقه الثمانية المعروفة والدفاع عنها والوقوف دونها إلى جانب الجهات الرسمية. وتعتبر هذه الجولة هي الأولى بعد تجديد هيئات المنتدى الذي يقول إنه دأب على هذه الجولات داخل الأسواق منذ تأسيسه.